هل أنت سعيد بالله عليك؟ والله أنا سعيد جدا، مو السعيد، سعيد جدا. نعم. هذه السعادة جدا تشبه إنسان يعاني ما يعاني، ما في إنسان لا يعاني، لكن موعود من قبل خالق الأكوان بجنة عرضها السماوات والأرض. يعني مثل بسيط، واحد يسكن بغرفة واحدة مع 5 أولاد ودخله لا يكفيه ثمن خبز، وفي عليه دعوة إخلاء من هذه الغرفة، ويعاني ما يعاني، له عم بيملي 500 مليون وما عنده أولاد ومات بحادث، فخلال ثانية واحدة انتقل هذا المبلغ الفلكي 500 مليون لهذا الفقير. لكن إجراءات المواريث وحصر الإرث يعني لم يتمكن أن يقبض درهم واحد قبل عام. لماذا يعيش طوال هذا العام في سعادة؟ إيه ما أكل لقمة زائدة ولا اشترى معطف. قال: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. فالمؤمن أحد أسباب سعادته أن الله وعده بالجنة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحزين في ظل الله يوم القيامة. هذا الحزن المقدس، لأنه الله عز وجل عظمة هذا الإله العظيم لا تستطيع معها أن تصل إلى الإحاطة به. إن الله لا يحب المرحين أو الفرحين. نعم، في آية تانية بيقابلها: فبذلك فليفرحوا. أنت حينما تؤمن تفرح، حينما تكتشف أن الله يحبك تفرح، حينما يقدر الله على يديك عملا صالحا تفرح، حينما تبكي في الصلاة تفرح، حينما تقرأ القرآن وتتأثر به تفرح، حينما ترى أمامك زوجة صالحة وأولاد أبرار وبنات طاهرات عفيفات تفرح، وحينما تخشع في الصلاة تفرح. فبذلك فليفرحوا. وأنا أقول لك: قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت. فبذلك أهل الدنيا يفرحون بالدنيا. ما الذي يفرحك أنت دكتور محمد؟